وكانوا في الليل الجيشان يتقاتلان في النهار، وإذا جاء في الليل دخل بعضهم في معركة الجمل عند بعض وعزموا بعض على العشاء وجلسوا يأكلون مع بعض. شوف النفوس سبحان الله، يعني ما في ذاك بعد محاولات جيش الحقد، لكن وجهة نظر اختلفوا فيها أدت إلى قتال. هاي منصور، فهذا أحد أمير المؤمنين لإسقاط الجمل مشاركين يقول كنا إذا توقف القتال دخل هؤلاء في معسكر ولم تنجح معسكر هؤلاء، وهؤلاء في معسكر هؤلاء، وتحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم. قام أمير المؤمنين وهم أبناء قبيلة واحدة، ولكل منهما اجتهاده، فيقاتل أبناء المؤمنين بإعطاء رمحه إلى ابن قبيلة واحدة، كل في طرف قتالا مريرا، وكل منهما يرى نفسه على الحق محمد بن الحنفية، وعنده الاستعداد لأن يقتل من أجله. فكان الرجلان يقتتلان حتى يثخن، وقال له اذهب واعقر ذا، ثم يجلسان فيستريحان يتحدثان ويدور بينهما الكلام الكثير، ثم ذلك الجمل ذهب محمد، يقومون ثم يقومان فيقتتلان كما كان، وهما أبناء دين واحد يجمعهما محمد بن الحنفية، ولم يستطيع، وهو أحب إليهما من أنفسهما. فإذا حان وقت الصلاة توقفوا جميعا وصلوا جميعا، الوصول إلى الجمل من شدة السهام والرماح، فرجع إلى أمير المؤمنين، وقبل يصل هب الإمام الحسن وتلاقف الرمح من محمد بن الحنفية، وشق جيش صماطين وأنبت رمحه في صدر الجمل، ورجع إلى أمير المؤمنين ورمحه فخجل محمد بن الحنفية، فأراد أمير المؤمنين أن لا يكسر بمحمد بن الحنفية، فقال له يا محمد لا تقيس شجاعتك بشجاعة أخيك الحسن، لأنك أنت ابن علي بن أبي طالب وهو ابن رسول الله، من ينزل يخل السلم تتبرقع، وإذا يطلع بلي. ولماذا أتيتم من السعودية إلى البصرة؟ سلم هذا الانقلاب، هذا الإصلاح المبارك، تم التخطيط له مسبقا في مرحلة